إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب كان بلوغ المرام 10 قصة أيام مرين إن شاء الله. وحقبل أمن حديثك تتوبغ لأفر قيب سكوات حديثك إن ما محاوقات لقني ليلة القدر ليلة القدر مدام صنك أم كجرنه صنك وحقصوا الشاكيني حيال بضن وكمتهي اعتكافك تراويح دي قيام ليلك تهجدك حتى ليلة القدر أيام كلين إن شاء الله. قبل أن حديث تتوبق لأفر أنا قبل أن وعن ابن عمر رضي الله عنه وحلق وريه أن رجال هك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا وحالة السي ليلة القدر أيها لتسل في المنام كيفك أيها هرتة أيها الوري أيها أركين ليلة القدر في 7 الأواخر تتوضى تنبع خلق سؤال بك إيماني 7 الأركين تتوضى تنبع حقا قبل أن أسمرك أيه سؤال تتوضى تنبع وإمام ميغ مرك أذوق بشي بقى هذا كار لما تقدر كم ورقة بتيت كرر لما عنيس وتتوم ما حكون قرحة مرت أذيك أفهم سما هني تحصلوا برارو إن شاء الله وأركين في 7 الأواخر بوير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيري أرى وحن أجيدة رؤياكم رؤيدين قد تواتات إن يمارت أي أبضتي في 7 الأواخر فمن قفكي كان هذه متحريها مثل ثلاثين هاي ليلة القدر فليتحرها كره الرأج في 7 الأواخر تتوضى تنبع هذا حكور خلاص يا صوتري تتوضى هنا ترشم بوقته واخر ترده صوتن سغال لواتن سيل لواتن تتوضى لواتن يا لحي لواتن شن يلواتن أفراتن ونقصتن بشو ايتهاي أفراتن كبلا ونيس مرك بشو ايتهاي سالتنا سال لواتن ستي لواتن تتو يلواتن لحي لواتن شن يلواتن أفر لواتن ستي لواتن راتا ستي لواتن ادريسيت لا يسطن واستيد مال موسما ما يستيد مال دكو نغنيس مرك لكما ورقب تبشو نغنيس كل ما نيس أنا هذا مركب تاس معنا هذا حوي إذا لو فيرني يا لمبرك استدار كليه لبنك ما كيسي كان لو فيرني يا أو كيسي كليه أعطيك فيرشان موقتا أو نمبر بخلك محكو جرا صباح وصلح لواتن أفلواتن شان لواتن لح لواتن تولات سيرة سيرة سطر واسكو جرا سما مركب بشو اللي تقطع نقطة كرتا يا لبنك نقطة كرتا كيسي كليه ما كيس كلي ما عمرك ما فهمتي 4 أرباع ابن عمران انا كنت انت ابن عمرني وحن قادني كيس كلي هذا كيس وحن كسي قادني حبا قلت له لا تنعد بس ساعد ادع بس تقول له انت واحد لا وانه لا تقدر واحد يا ديال كل تقول له كثير كلي حديث تبغى ليشن وعن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي في ليلة القدر ليلة 27 مركاتي وحي سنة كاملة سنوين كرم رمضان لفرج
سنتك لبات سنتك لبات سنتك لبات ما نفهم وفهمت مركوا محي يعني وقت إلى وقت قاس خلص رأي كمدة أيو أهم لور سنة استوحيت أيو نقضي سو أبدنا تتولاتك همينك تتولاتك مياه بالكستو وامي وراجع وقفه بوير وقد اختلف الخلافي في تعيينها إن عينه بشا على 40 قول ما الخلافي أوردتها حنكسو أوري بوير كسو أرورشي في فتح الباري كتاب كليلة وشرح بخاري أيام كسو أرورشي حديثك تتوبغ اللح وعن عائشة رضي الله عنها قال بحجم قلت يا رسول الله أرأيت أن يخبرني إيه خبر إذا علمت وطن أقاده أي ليلة حبيكي كان نقوان إيسا ليلة القدر وليلة القدر حبيكي نقوان إيسا أقاده ما أقول فيها محيرا قال حين النبي صلى الله عليه وسلم قول واحد لهذا اللهم الله يو إنك أذيك عفو مت مداف فان باتهاي أو تحب العفو جعل تمداف افعف عن إلى ويد مداف إحنا ما رسولكم العك يا باور يا كوري يا عفنات يا حق الله صعد أنت ما حتعيش كبار من حكتم بيه كرا كتم السماء ده المرت أتكيريو حق سوقها كأنه نار حق سوقيس ميزان يحسابك سوقيس هذي لو كنت مدافع أنت تعذون ما أنتم عن الله كأنه أتكليس أنت سويم لمن توه القص رسول وكوبتان حتى أنا عفمات وحكجرة في ديني ودنياي وأهلي ومالي ربي صلى الله عليه وسلم وحقف إله ويجسوا أولا أكسن العافية أسأل الله عافية أروق يمارت كل بيسو مارت جرين ورفاتين لما أركو حاس كل بيسو عرب مارت دير لما أركو جيران كل بيهاي لما أركو حوالا كل بيهاي كفنية لما أركو عافمات كل بيهاي أدهوي هالتنا لما أركو بحيث وقت مسام العافية ذاك اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا بعد ذا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني احتاج وكنت قلت عن المسلمين أنت ثم عوك ثم عوك اللي قلت اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللي قلت فهذا حاجة كسوة ترى يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عني وضعيف تحسب وضعيف رواية كريم اللي كسوة ترى فهو الخمسة غير أبي داود صحيح الدرميد والحاكم صحيح مسلم وحسوري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال وحير مرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها كثرة راشية في العشر الأواخر توانك تنبئ والتمسوها كثرة راشية في التاسعة سيان والسابعة تطبع والخامس شنات سقالات تطبات شنات ساسا نقول يسمى سألو فسر هاي المركة قالوا حين قلت حائل أبو نضر باله يا أبا سعيد إنكم إذنكم أعلم وادك أقصون بدنتهين منا أنك بعد نقاط تقانين بالعدد التراد نقبل التراد وما حي سقالات يشرات تطبات وما حي المركة قالوا حين أجل أجل وأرهم بيروادي كبير نحن أحق بذلك منكم أنا كأذن كحق له أرهن تأسفسر كين قلت محايري ما التاسعة والسابعة والخامسة سيغالات محالي إلى هذا وتطبات محالي إلى هذا وشنات محالي إلى هذا فرس أفرسي فإن ما إذا مضت 21 مركوا إلا واتر أي بحان محاري سيغال بحر سماء سيغال بحر كاسبير فلتي تليها تنكو حيث ومحي 22 حتى ساعة ويمر هبينك لبي لواتنات ويتا ساعة ونوحر هادين انو سماء كسي حتى وحر لهم بايان هبينك لبي لواتنات ايات ساعة اللي الهذا اللي يتقتل كجير قرد وحن اوغين سماء حديثك حديثك يا وري بسم الله سما اهي لا باه الا ضعيفيه برهبين كلمي لا ثنات اي نوقن كرت واكو
فإذا مدت 23 استحلوا تحتيه بحان فلدت ليها السابعة تنكوح الدوام حي وحوية التواتكي يعني. وحوية كامر كحوية كاسي لو أفرها تنكي فإذا مدت 25 فلدت ليها الخامسة وحوية كامر حوية كامر حوية حلوة ثلاثة وكاسي مرك أي لواتن أفر لواتن يلح لواتن حوية كامر كل كرت مرك بها مرك مرك لما كليه معها كيس كليه معها كيس لما لا وضع نقرت أي لا وضع مرك وسيار كينا حديث أرد أن أحد يستفع عن لو جبر أروه وأكنا مرك شدوا كم نفيرش يا هدي لي راه مرك خامسة هدي لي راه هذا يا وليه وانتك أما سوا ها هي مش لي سطن أنت هاي يا أنت الله سير سير الله أنت هاي حلو كتير مرك يا تاسع هذا مرك اللي يري تاسع هذا اللي يري تكون نقول كرتا كل لو تنكينا واقص يا مير كل ما أنا هذا كمان ورقة الموت يا ها مرك لما أتوه أنا أقول كرتا أتولي سما مرك حالنا نال أقاسين وحمارت الله ثمانين لعبها ليشتو مرقي سابعة اللي يري أفلاتك سما سحلاتك نغم قلت وبيش صوتنا وكل مات سغالاتنا وكل مات مرقي تاسعة دي واللي يلواتن أما وكويلاتن سابعة وأفلاتن أما أسحلاتن خامسة وحوي لحلاتن أما شلاتن شلاتن لحلاتن كسوت حق كسوت كوي لاتنكي أما لبي لاتنكي أما سيد حلاتنكي يا فراتنكي أما شين لاتنكي يلحي لاتنكي مرك هبين لسه حلا ما أركم مرك هما ليه كنت أنا واحد عاوا وصو ما أرد لما يشت لما أرك بتوعد الفتاوي سويله واحد على سؤال رضي الله عنه وأرضاه ابن تيمية عن ليلة القدر وهو معتقل أسوق كحرا ها بالقلعة قلعة الجبل أسوق كحرا هذا السؤال سنة 600 سنة كمرك أها تطابق للحن مرق الشيخة تتمجر على الحيرة وقتيك الدول يمتك الدول أي الحيرة مصر بقى لغو حيري سوريا بقى لغو حيري وانا إمارس إشعر بربا كهلين أخرين تاس فجاوي حكوب الله المرك الحمد لله ليلة القدر في العشر أواخر بكجرت أم من شهر رمضان تشوكو هكذا صح ساسا سعيك النقطي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي في العشر أواخر من رمضان وتكون وحي نقطة في الوتر منها وتر كأي نقطة وتر قال سواها استمرك لشرحها لكن وتر يكون باعتبار الماضي انت لصور دافي يا مالمين لصور دافي وتر قال وحي نقطة قرأ ليلة 21 أي نقطة قرأ فهمت وليلة 23 وانا غنقر وليلة 25 وانا غنقر وتسعة وسبعة وعشرين وسبعة وعشرين ويكون باعتبار ما فق انت هرتاتي لو فرشان ويتريا يا وحنا غنقر يا ما نيه كلام ويتري المرة بها هلق بركان جوجنه يا نوع اليمرك تم تبركين وتر كان مركو حوي كو سطح شن تطبع سغال سما ورك بشو سغال لاوتن اي تهي يا وتر و خو كسو دعهايا مالمها اي كيسغا بشو مركو سطن كان تهي و خو كسو دعهايا مالمها دمك بر ما مضحتي لفي شن و حساب ما بقيتي لفي شن و حساب كلاتو يا مركو خو يري
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتاسعة تبقى سغال مركة هرته سغال مرة مثلا مركة هرته مركة سغال هرته مركة حين غلط مركة سغال مركة هرته وقع سغال مركة هرته حتى مش سطن تهي سغال بحكو آذيسة حتى مارت سغال تنتهي بحكو آذيسة بل هرب نعم الله في النهي مرك يا عجيب بحام سنة هي بحمارتي يا وكو لسا بعد ان تبقى تتوهرتي وسحلاتي أفراد ميتكود مركات لخامس ان تبقى شم بهرتي لثالث ان تبقى سطح بهرتي فعلى هذا إذا كان الشهر 30 ابن تيمية واقسيري حتى لو برار بسين يا مرك سطح حتى نقطه يكون ذلك ليالي أشفع همنا تبنك أبي نقنا لو تقتل مخاتب بشو انتهي سطح وتكون 22 تاسعة تبقى على يولا تنقي مرك ولد 24 وحن نقنا يسا سابعة تبقى هكذا فسر وثالث أفسري وبسعيد الخدري في حديث صحيح وصار الحديث صمه وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر النبي صلى الله عليه وسلم حاسك كنت قبل أيو مارت ويري إيه مان مهي سقالت مرك اللي كانوا يمي بشو سقالت وانا قد تأيو سما ورسالة وانا قد وإن كان شهر 29 تون نقضنا كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي مرك هل كان مرك النقطة بشي صدم يا تسعة تبقى وحن قطي إلا يولاد صما مركي سغالة وطن يتهينا تسعة تبقى وحن قطي يسا كويلاتنك كويلات أم إلا يولادن سحلة وطن أم أفرلة وطن خامسة وحن قطي يسا شهر وطن أم لحلة وطن ساسو الصحابك أفسر بصحابك كل قيام فسر هذا اسم مرك وإذا كان أمر كذلك أرغب تساس وياهي فينبغي وحاها بون أن يتحراها المؤمن ومك إنه كخال شو في العشر أواخر جميعه طبعا كأن إنه كخال شو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويري تحروا كبار بارو كخال شو في العشر أواخر وتكون حين غنيسا في سبع الأواخر أكثر وأكثر ما تكون في 27 أي أبضنت والله تعالى أعلم بير مرك انت ونو بيان سما يا هل قمر بحان ربنا ان كرمرنو احاديث ليلة قدر كساب سما هل قاس كو استاغن عشر كان ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.